والسواري تنزلت من أعالي الطهر يحملها جبريل بالموكب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال القرطبي رحمه الله عند تفسير الآية: المعنى إذا سألوك عن المعبود فأخبرهم أنه قريب يثيب على الطاعة ويجيب الداعي ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. احرص رعاك الله على الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء دائما، فلا تعلم متى تكون ساعة إجابة فيستجاب لك فتنعم بفضل الله ورحمته. ويا خسارة من لم ينعم بنعمة الدعاء إلى ربه وما أسألها من عبادة وما أعظمه من جزاء. يا قارئا لي كتاب الله إن لنا نفسا تتوق إلى التطريب والسمري فاخطف لنا من زهور الصوت أجملها فكلنا عاشق للورد. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.